احنا مثلا يعني هنستخدم، هنشوف في الاخر ايه، يعني ايه النتيجة. هنشوف ان احنا مثلا استخدمنا اعلى حاجة في الصوديوم اللي هو 400 واط. تمام، وحطيناها زودناها يعني اللمبه ديت. بعد كده بندوس حاجه اسمها الستريت ارانجمنت. كان الاول في فيلد ارانجمنت ولاين ارانجمنت، هنا في الستريت ارانجمنت. فالستريت ارانجمنت ديت هنبتدي ندوس عليها. تمام، بعد كده هيظهر لك هنا اللامينير بتاعتك والتفاصيل ديت. في حاجه اسمها اللي هي البوم لينس، وهي المسافه اللي ما بين السنتر بتاع العمود والكشاف نفسه، الكشاف اللي هو متعلق في العمود ده. المسافة ديت البوم لينس ديت، أنا أفترض إن المسافة ديت 1 متر مثلا. إن أنت في الآخر هتجيب الكشاف على بعد 1 متر من العمود نفسه. تمام، البوم أنجل اللي هي الزاوية بتاعت الكشاف دي برضو، يا إما 0 يا إما 30 يا إما 60. فإحنا هنخليها مثلا 0 على أساس إن الكشاف هيبقى إيه، هيبقى على زاوية قايمة يعني. تمام، و هما دولت اللي انت بتبتدي تغير فيهم، اللي هو البوم لينس والبوم انجل. الماونتنج هايت ده زي ما قلنا احنا، ده احنا بنغيره. فليكن هنحطه مثلا 12 متر مثلا يعني، أو نحطه 8 دلوقتي ونشوف النتيجة هتطلع ايه. ال number of laminars per pole، ال number of laminars per pole، انت عايز لمبة واحدة بس. تمام ماشي، وال pole distance، ال pole distance انت عايز المسافة ما بينهم قد ايه، ما بين الكشافات. فاحنا بنحط دلوقتي أرقام عشوائية، وليكن 25 متر مثلا. تمام، بعد كده بندوس insert، هتلاقيه هو حط لك الكشافات. تمام، هو ده الشارع حاطين، وحط لك فيه كشافات بتاعتك على ارتفاع اللي انت حاطه اللي هو 8 متر، والبوم انجل 0، وحطيت المسافة ما بينهم اللي هي 25 متر.